صباح الخير وأهلا بيكو في حلقة جديدة في البودكاست. بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات في البودكاست بتاعنا. يعني إيه بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات؟ يلا بينا نتكلم عن التعبير ده في المصري. أول حاجة أنا بفكركو إن الفيديو معايا سبتايتلز بالعربي والإنجليزي والفرنساوي كمان. لو أنا بتكلم بسرعة أو بقول كلمات صعبة تقدر تبص على السبتايتلز. يلا بينا نبدأ. إزاي نستخدم التعبير بقالي أو بقالك أو بقالك؟ أول حاجة هي إن إحنا بنستخدم التعبير ده عشان نقول have been أو has been doing something. يعني في الأول خلينا نشوف التعبير ده مع الضماير المختلفة. ضماير هي جمع ضمير يعني pronoun. فأنا بقالي، أنت بقالك، أنتي بقالك، انتوا بقالكوا، هو بقاله، هي بقالها، هم بقالهم، احنا بقالنا. فممكن اقول مثلا انا بدرس عربي بقالي سنتين، او هي بتشتغل في الشركة دي بقالها سنة. تمام، هنا يعني she has been working for this company for a year. تمام، يعني has been doing something يعني هي بدأت تشتغل في الشركة من سنة. تمام، وهي لحد دلوقتي لسه بتشتغل في الشركة دي، يعني حاجة انت بدأت تعملها من وقت معين ولحد دلوقتي لسه بتعمل الحاجة دي. تمام، ده أول معنى. الحاجة التانية، بنستخدم التعبير ده مع النفي. نفي يعني negation، يعني زي مثلا احنا بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات، يعني we haven't made videos. تمام، for a long time. تمام، ممكن اقول احنا بقالنا كتير ما اتقابلناش، او هو بقاله كتير ما كلمنيش. تمام، آخر استخدام هو في السؤال. يعني ممكن أقول لو أنا عايز أقول حاجة زي في الإنجليزي how long، يعني how long have you been doing blah blah blah. برضو أنا لو بسأل على يعني فترة أو وقت معين أنت بتعمل فيه حاجة معينة، زي انت بقالك قد ايه بتدرس عربي، او هو بقاله قد ايه بيشتغل هناك. تمام، او هما بقالهم قد ايه في القاهرة مثلا. فهنا انا بقول يعني how long have you been blah blah blah. تمام، التعبير ده مهم جدا وبنستخدمه كتير. يا رب الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي.